قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. انظروا إخواني ومن يسمعنا، هذا النبي الكريم لا يريد أن يسمع اسما بالحرب، فهو رجل سلم صلوات ربي وسلامه عليه. بل وصل الحد أن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، لما ولد له الحسن قال عليه الصلاة والسلام: أروني ابني، هذا ما سميتموه؟ فقال سيدنا علي: سميناه حرب. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو حسن. ثم لما ولد الحسين قال: أروني ابني، هذا ما سميتموه؟ قالوا: حرب. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو حسين. فلما ولد لسيدنا علي بن أبي طالب المولود الثالث قال عليه الصلاة والسلام: أروني ابني، ما سميتموه؟ فقال: حرب. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو محسن، لقد سميتهم بأسماء ولد هارون. إن هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لا يريد أن يسمع كلمة حرب، لأن الإسلام أتى بالسلم والسلام، على عكس ما تقوله الأعداء اليوم أن الإسلام أتى بالسيف. وقد سمعنا قبل لحظات قوله عليه الصلاة والسلام أن أقبح الأسماء حرب ومرة، وغير هذه الأسماء في هذه العائلة المباركة أبنى بنته فاطمة الزهراء وأبنى الإمام علي بن أبي طالب رضوان الله عنهم وأرضاهم، غير الأسماء الثلاثة كلها إلى حسنا وحسينا ومحسنا صلوات ربي وسلامه عليه. بل غير عليه الصلاة والسلام أسماء كثيرا من الناس ومن النساء، فعلى سبيل المثال زوجته جويرية كان اسمها برة أو برة، وغير مجموعة من الأسماء لأنه يتفاءل عليه الصلاة والسلام خيرا، لأنه لا يريد أن يسمع كلمة فيها حربا أو مصيبة أو أذية أو بلية، فهو نبي الرحمة والسلم والسلام. خير البرية نظرة إلي، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية. خير البرية نظرة نظرة إلي، إلي ما أنت إلا يا حبيبي كنز العطية. يا بحر فضل وتاج عدل، جدلي جدلي بوصلي.